قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بجولة ميدانية تفقدية لعدد من المصانع المتخصصة لصناعة المواد المعقمة والمطهرة بمدينة سلمان الصناعية بالحد بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة. وخلال الجولة اطلع سعادته على آخر مستجدات الطاقة الانتاجية للمواد المعقمة والمطهرة في مملكة البحرين، عبر عن فخره واعتزازه بمثل هذه المصانع القائمة في البحرين في هذا الظرف العالمي الاستثنائي لفيروس كورونا المستجد لتلبية حاجات جميع مواطني ومقيمي البحرين دون استثناء. وخلال زيارته لمصنع ريكيت بنكريزر البحرين المصنع لمنتجات ديتول ومصنع شركة ضمان المطهرات الطبية، اطلع على خطوط إنتاج المنتجات التي يتم تصنيعها، وهي السائل المطهر بمختلف أحجامه وغسول اليد والجسم والمناديل المعقمة والصابون والمنظفات ومستحضرات التنظيف، مؤكدا في هذا الصدد توجه المصنعين لزيادة الطاقة الانتاجية ليتمكن من تلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات في الفترة الحالية. كما قام سعادته بزيارة إلى مصنع ويست بوينت هوم بحرين الأمريكية المتخصصة في صناعة المنسوجات في منطقة جنوب ألبا الصناعية، حيث اطلع على سير العمل المصنع على سير عمل المصنع والذي يتم تشغيله بنسبة 70% لصناعة الكمامات ونسبة 30% لتصنيع ملاءات الأسرة بطاقة إنتاجية تبلغ 30,000 كمامة في اليوم. وفي الختام أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن تقديره للحكومة الموقرة وتقدير الحكومة لكافة الجهود والخطوات التي يقوم بها المستثمرون في القطاع الصناعي والتجاري التي من شأنها تعزيز الواقع الذي نعيشه الآن، لافتا إلى استعداد الوزارة الدائم لتقديم كل الدعم والمساندة لتعزيز عمل الشركات وتطويرها لما يصب في صالح الوطن والمواطنين. سعدنا اليوم بزيارة عدة منشآت صناعية في مملكة البحرين قامت بتحويل وتسخير طاقاتها الإنتاجية للتصدي والمساهمة في التصدي لفيروس كورونا. نحن الآن موجودين بمصنع ويست بوينت هوم في منطقة جنوب ألبا الصناعية، وهو مصنع حول طاقة الإنتاجية للمفارش إلى إنتاج الكمامات، ووصل إلى طاقة إنتاجية الآن حوالي 150,000 كمامة في الأسبوع، وسوف بدأت تنزل في أسواق مملكة البحرين. نشكرهم على هذا الإجراء اللي أخذوه وعلى تحملهم قدر كبير من المسؤولية الاجتماعية. كما نشكر المصانع الأخرى اللي زرناها في إعداد المطهرات والمنظفات، ونتمنى من المؤسسات الصناعية الأخرى أن يحذوا نفس الحذو في هذا الظرف الراهن، بحيث أنهم يساهمون بما يقدرون عليه في مكافحة هذا الفيروس الذي تتعرض له البلاد والعالم بأسره.